وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيها الناس، من كنت قد شتمته أو ضربته أو آذيته فليقتص مني. أيها الناس، من كنت قد ضربته أو شتمته أو آذيته فليقتص مني. فمن يتكلم إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليقتص مني يوم لا يكون درهم ولا دينار. فوضع الناس رؤوسهم بين أفخادهم ولهم خليل من البكاء. أجهش كل من كان في هذا الموقف بالبكاء، وإذا برجل يقوم من وسط المسجد فقال: أنا يا رسول الله، أريد أن أقتص منك. وما دمت أنك قد طلبت القصاص فأريد أن أقتص الآن. فتوقف الناس عن البكاء ومسحوا دموعهم والتفتوا ينظرون. فتقدم هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هذا المشهد علي قال: يا رسول الله، في القصاص. فتقدم ابن عباس وقال: يا رسول الله، في القصاص. فقال النبي: لا، القصاص في أنا. قال: لا، القصاص في أنا. يا حكام أمتنا اسمعوا أيها المتجبرون المتكبرون في الأرض، اسمعوا. قال: لا يا علي. قال: لا يا ابن عباس، القصاص في أنا. فنظر النبي إلى الرجل فعرفه، وإذا به عكاشة ابن محصن فنظر النبي إليه فقال: يا عكاشة، والله الذي لا إله إلا هو، لقد دعوت الله أن يدخلك الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال عكاشة: ولكنك طلبت القصاص وأريد أن أقتص منك الآن. فقال النبي: وما ذاك؟ قال: يوم المعركة، في معركة من المعارك، وخزتني فآذيتني وأريد أن أقتص منك الآن. فأرسل للعصا التي كان يسوي بها النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم صعد عكاشة على المنبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا المشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد بجوار النبي على المنبر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مخصرته، ورفع عكاشة العصا، وصار الناس ينظرون وينتظرون أن يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهز العصا، ثم هزها مرة، ثم ثانية، ثم ثالثة، حتى رآها الناس. ثم بعد ذلك ألقاها خلف ظهره، وتقدم بشفتيه إلى مخصرة النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، وهو يجهش بالبكاء. أي حب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي عشق هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ تقدم يقبله وهو يقول: فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. أي حب وأي عشق هذا؟ فقال النبي: وما ذاك يا عكاشة؟ قال: يا رسول الله، عرفت أنه الفراق،
عرفت أنه الفراق، فأردت أن يكون آخر العهد بيني وبينك أن تمس بشرتي بشرتك يا رسول الله. فأردت أن يكون آخر العهد أن تمس بشرتي بشرتك يا رسول الله. فأنجج الناس بالبكاء.